السلام عليكم وبركاته. طبعا اليوم نلعب مود ماينكرافت حياة، بس ان العالم يمطر اغراض اشياء من السماء، فاهمين؟ راح نحاول احنا نختم اللعبة. تمام، ممتازة. تمام، طبعا مثل ما انتم متوقعين الشاشة اللي قدامكم هي ما هي شاشة طبيعية، وراح نسوي مود. ما ادري صورة مود تفاحة، بس راح نلعب مود. احذف، خلاص نرجع لكم شوي. جماعة اوكي، جماعة المود ما هو ظابط، طبعا لقيت انه مود ما زبط، ف شو اسمه نلعب ماينكرافت عادي. نحاول نختم اللعبة، شو راح نجمع كل. تمام، لا لا لا، يعني بقرية، لا صوف، اهم شي عاد عشان نسوي شرير. طبعا راح نحاول نختم ماينكرافت، والموت طبعا ما زبط، موت ما ادري ليه هذا. بعد بقول لكم شيء بعدين، ولا نبي شجرة شجرة شجرة. تمام، لا هذه لينكم موت. يلا نروح نكمل تجميع الخشب. لا حتى ما جمعتي، يلا يلا نجمع خشب، نسوي لنا بيت، نخلي الأرض مسطحة. طبعا أنا بخليها مسطحة، يقول لي كيف ما تخليها مسطحة؟ عندي الحل، عندي عشان تخلونها مسطحة جيب يا مام ما لخلق أخليها صوف 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 صوف. تعال تعال تعال، طبعا راح ندرع من الكهف على طول، ندرع ما في رحمة. طبعا راح نكمل تجميع، يلا ذبح خروف. ما جمعت الأربعة بس يلا عادي أربعة. ننزل الكهف، والله والله كهف أسطوري. يلا جماعة نروح نطب الكهف، سخف أطب. اندس دس، اوف اصبر اصبر اصبر، انكسر هذه، يلا قعد نقعد سنرقى. لا نجمع لوت ونطلع. ايرون ليتكو، في ايرون وفحم. بدي ادخل بالعميق، لا لا ما بدخل ما بدخل، بس بجمع لك كذا الايرون. نسوي كرافتنج تيبل، نروح نسوي لنا هي، واروح احط كرافتنج تيبل واسوي له بكيكس. بعد اجمع ثلاثة حجر او جمع مليون حبة حجر، سوي فرن، سوي لك اغراض تساعدك. طبعا بس يكفي، لا نبي ثلاثة، نبي 11. ليش؟ عشان ثلاثة نسوي منها بكاكس، والباقي نسوي منها فرن. سوي فرن وبكاكس، شوفوا وين الذكاء. انا عندي اي كيو يا جماعة، عندي 100 اي كيو. نبي نجمع رمل، طبعا نجمع رمل ليها عثمان، نبنى بيت خفيف لطيف. لا لا ايش فيني انا غبي، قاعد اتكسر بالحجر بس حبة بس. يلا كرافتنج تيبل، هاي دجاجة
ضربة موتين اهربي ايه هربت تمام يلا نروح نرجع ما جمعنا انا ايرون انبسطنا حبة ايرون واحدة مشكلة اللي بينا اصور كذا مقاطع يكتب تحت التعليقات انا ما اصور كذا مقاطع عشان تاخذ وقت لا صراحة ما تاخذ وقت بس اقدر اصوركم ابو مقطع ابو 5 دقايق واخلص الله نطلع طبعا طلعت برا كيف وين بدي اشوف الظهر اوكي يلا اسحب وطبعا طلعت برا كيف يلا نجمع رمل لا نجمع الكرانة يلا نجمع الرمل تمام طبعا تمام بنرجع لكم بعد ما خلصت تجميع رمل طبعا خلصت يا جماعة تجميع رمل بس نكسر هذه قررت اخلي الارض مسطحة نخلي كذا مكعب نروح نجمع خشب الحين اوكي معي نبي حبة خشب ونسوي اكس ونروح نجمع مليون خشب ولكل بس نجمع شوية خشب بس نبي نسوي هور ها هو هور نبي نسوي هو نبي نسوي مزرعة تمام نجمع خشب عشان نسوي مزرعة طبعا بنبني بيت رمل بلا والله ما خلق يا جماعة قلت اجمع خشب ما ادري ايش نبني بيت رمل على السريع كذا جمع يلا نبدأ بناء البيت تمام عارف اني اول واحد اسوي ذا بيت رمل الله مشكلة لما تجي لازم يا اخي جماعة اسوي بيت رمل يجي الليل نرجع لكم بعد ما خلص بناء طبعا بناء ما كمل بناء طبعا جماعة بيخلص رمل فراح نجمع رمل نسوي شفل تمام سوينا 4 يلا بقى بنجمع رمل بس نوعا ما هذا الرمل يكفي جماعة بكمل بناء البيت يعني لهنا خلصنا فيديو الاكسترا وبنبني البيت بالفيديو اللي بعده سلام.